قلت على فكره الرؤيه الافقيه. الرؤيه الافقيه يا جماعه. انت بتصحي بدري يا هند؟ انت طبيعتك بصحى بدري بس مش 7 الصبح يعني. عشان ابقى صريحه بصحى ما بين 9 ونص و10 اللي هو بدري جدا في عالم الفنانين. اكيد يعني انا الين بالنسبه للفنانين كتير. فبصحى بدري لكن 7 الصبح لا هكدب عليكي لو قلت لك بصحى 7. فربنا معاكم بجد. ربنا معاكم. دي حاجه صعبه. طب يعني انت مصريه مننا يعني مين بيمثل لك ايه؟ عايزه اقول لك على حاجه. الاسبوع اللي فات بس خرجنا او طلعنا بمركب على النيل مرتين في اسبوع مع اصدقائي لان كنا شايفين اجتمعنا كده وقلنا احنا ليه ما بننزلش في النيل؟ يعني ليه ما بنطلعش في النيل؟ ليه ما بناخدش مركب ونقعد على النيل؟ فقررنا في اسبوع نعملها مرتين. فعلاقتي بالنيل بتتوتد كل شويه لانه اولا نظرتك للمدينه بتختلف تماما. يعني وانت في النيل وشايف القاهره ومش جوه الزحمه مش جوه العربيه حاسس الدوشه مش جوه صوت الدوشه فحاسس بحريه وحاسس بجمال خصوصا بالليل. بيبقى المنظر يعني انا شايفه انه من احلى المناظر يعني احلى المدن في العالم بالليل هي القاهره لما بتبقى شايفها من النيل كمان او لما بتبقى شايف النيل من القاهره برضو منظر جميل. انا النيل بحبه في اسوان جدا فلما بيوحشني النيل بروح اسوان. ولما بصور في اسوان ببقى مبسوطه جدا لانه ببقى طول الوقت مني للنيل. بيديني هدوء بيديني صفاء وبيديني هدوء. وحتى من 3 ايام كنا على النيل وكان في بقى رام الله والناس كلها والتليفون والناس بتتكلم قفلت التليفون وقعدت بص على النيل طلعت حد تاني. حتى اول ما طلعنا على الداك تاني قلت لهم خلاص رجعنا للواقع. يعني النيل بيسحبني من الواقع كده. فلا علاقتي بيه هو فعلا يعني هبه كبيره هديه جميله جميل لازم نحافظ عليها. كنا بنتكلم عن المناخ الصبح أيوة بتكلموا عن المناخ كنتوا بتكلموا للاسف حاجه مؤسفه ساعات ان احنا نلاقي حاجات يعني نلاقي في تلوث في النيل لازم نحافظ عليه. حتى السواح اللي بيجوا ساعات بشوفهم بيتكلموا عن الموضوع ده انه لا ازاي بنشوف بلاستيك ازازه بلاستيك في النيل. ده النيل يا جماعه فيمكن احنا عشان بنشوفه كل يوم مقدرينه اكتر نسينا قيمته. فلازم نقدره طبعا لازم نقدره ونخليه